سوالفك تمام. لا 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 تخرج. والله حقيقي والله انه حقيقي اخي كيف؟ لا لا الا الله. المشكله تعرف الحين المشكله فك شعري خلاص. ما شاء الله يا غبي انت انزل انزل كيف نط؟ انت كيف اصلا كيف طلعت فوق؟ ها؟ كيف طلعت فوق؟ طلعت اسقي الشجره. ديكور ديكور. يلا لا 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 ما في ما في ما في خليك قده يا طيب. ما في ما خليك قده. لا 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 جاسم صحيح قفل هو اللي قفل الباب. عطني عطني اخلص علي. مع السلامه يلا. مع السلامه يلا. زاهر 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 بهالليله كريم. يا مرحبا مساكم الله بالخير أول شيء جميعا. أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين الكرام وعلى الحضور الأكارم. الأستاذ مبارك الأكلبي صديق الوالد، الأستاذ عبد الله المهيدب أيضا صديق الوالد، والزملاء من الأكارم وأبو سلطان الأستاذ سعود العتيبي مشاري. ولا ودي والله أذكر البعض فأنسى بعضهم، لكن الشباب جميعا. أنا في هالقرية من تقريباً 2011 ما قد دخلت القرية متسابق نهائياً، دائماً في الإعداد. دارت الأيام بعد مرور 13 سنة واليوم أنا متسابق في برنامج زاهر لأول تجربة، لكني داخل أتحدى. باختصر لكم الموضوع، خبرة السنوات كلها بتشوفونها إن شاء الله هنا. مجموعتي بدر مطرفي، لا 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 مساعد الثنائية طبعا سلمان ملهي. والله خبصتنا بالأسماء. طيب بعطيكم معلومة، لأول مرة أعيش تجربة أني ألبس مايك وأنا ما أعرف وش اللي جالس يدور في البرنامج. أنا عرفت بعض النقاط اللي عندنا، الفقرات الموجودة، فإن شاء الله في هالبرنامج بعيش بأريحيتي بعيداً عن ضغوط الإدارة والإعداد، فإن شاء الله أن نكون خفيفين ظل على المشاهدين. أنا سعيد والله جداً بهالكوكبة من الإعلاميين اللي إن شاء الله بنقضي معاهم أجمل أيام وليالي رمضان المبارك، عسى الله يتقبل منا جميعاً. ويتفضل بعدي النجم والأستاذ اللي نتعلم منها الكثير، عمره في الإعلام قصير ولكنه ما شاء الله تبارك الرحمن حقق اللي ما حققه في سنوات طويلة، النجم سلمان ملهي. أنا سم للعداء أنا